وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس مكية وآياتها ست. سورة الله مغادري الناس وحكمتها سورة دي سورة دي مدد صوبانو عليه الصلاة والسلام مكاكو سمنا صدحية ونكي سنو صوبانين عليه الصلاة والسلام مكاكو بعد النبوة ويا قبل الهجرة وبعد النبوة سورة دي سورة دي عدد كودية رضو دناها لحي سديتا سورة دو أي سورة الناس كمثال آية ذي هذه مركان وكوبنو باللوغ يدي لعلمات كيدي لح آية ذوية ترسي قرآن كريم كان سورة دي أودن بيسي ويا سورة دي ببلا فرية تبناد ويا سورة دو وثاني المعوذتين ويا لوضع سورة المعوذتين كاللو يقال سورة دي اللواد ويا برب الفلق وبرب الناس سورة دي وحاكو سورة مركة ربي سبحانه وتعالى مغنقل اي ربي الله مغنقل من شر أعدى الأعداء عدو ومدك عدو نمديس وقدر نيت مدك عدو نمديس وقدر أنت عدو يدور أن قدر ذئب الإنسان إبليس عليه اللعنة وأعوانه من أركضونه من شياطين الإنس والجن با أنتوا أيوة ذليين شياطين إنسي هو جن با شرطه ذي أبيبكو ذي الله غمغان كلا وأكو ذاتك وسواسية سورة دلمات كيدي وحنقو تقدونا بعد الفاتحة قرآن كما كانوا باللغنى يؤلنك كوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانو نري حضر نصيده كالي مركا وحا ويان باللغة يبلمات كاوا إصلاح دي مروا لبا شر إنسية شر جنية بإله إلا كما كان كلام صوابتو أدونك وحا اللغة تلقى لي مروا لبا شر كسيا بواته ولبا جرتو ربي سبحانه وتعالى إنهم كان كلام في بداية الأمر إلى نهايته أرنك أبي بالله يسير أدمات كيسي أحد كاد أسكتوب مغان كشو إنه ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إنسان كحال كيسي واسدا إلى مركة وعر الآية ففروا إلى الله أحد لما كان جرين إلا الله ما هاني سورة دوحان قصوة المامني إلا سورة دان قصوة قدمني سيدة سورة الفلق سبب كي لوضع سورة بي كسر دقين وحن صوت المامني نبينا عليه الصلاة والسلام إلا سحرين وحن سحرين إنك يهودي قاها لبيد بن الأحصن أذبون أقول لبتو دي سوبنين عليه الصلاة والسلام ولحن صدي إلا سحر كتأثير بولي لكن أمر إلى أبونا أبها يدو صدائتها وما هم بالضارين به إلا بإذن الله بربير سحر كا إلى ربي بالدورة ما هاني وحدي ولكن تأثير بولي سحر ذي في العام وتعنو صومرني وربي مركو سحر كودي تلمام أيبو حبير وجاءوا بسحر عظيم سحر ذو بلي ماتي سحر ذا مركو سحر كو تأثير بولي لواتو لي هاي حدو سيلا كاقبنا وسحر كاببوري سبب كورت الله وضع صورة ذو كو يتوان عيدو ويان عيدو دي مركو اللي سوقي يوم كو يتوان كي قنتينو نكا قنتي عربدا كمود مودي يدون تنكو حرحري وإلى مدمد بمركة وفرفري آيات ولي بوقري إلا وحن صوت المامني سبنين عليه الصلاة والسلام انت اللوضع صورة الوسع دجين
waxaad ducooyin kale buu akhrisan jiray, shar jinniye shar insi buu ilaah kaga magan karo. Laakiin labada suurada marka lagu soo dejiyey, labadaa suurad buu qabsaday, wuxuuna wataraka maa siwaahuma, wixii ka soo haray wuu ka tagay, wuxuu kaga kaaftoomay labada suurado. Labada suurad marka waxa weeyaan xirsi xirka ee aada ugu fiican weeyaan shar insi iyo shar jinniba, kuwa xaasidiinta iyo kuwa isha iyo kuwa wax sixra iyo kuwa wax waswaasiya, intuba shartoodi ilaah lagaga magan karo. Suuradu bilaawatayna waa tan: bismi illaahi raxmaan raxiim, qul ayuha rasuul lkariim, rasuul suuban waxaad tidhaahdaa, acuudu waxaan magangalaya birabbi nnaas, khaaliqi nnaasi weya, dadka khaaliqoodii allah abuuray, dadkoo dhan ee allihii abuuray ee lahaa ee maamulayay allah ayaan magangalay, maliki nnaasi dadka maaligoodii ah allah dadka hantay weya isagaa maaligoodii ah, ilaahi nnaasi dadka macbuudkoodina yahay, qofaan isagu helo la caawadaan jirin ciwaado xaqa markay tahay, baadilaad bay u tiro badan yihiin. Marka waxaa dadka loo yiri ilaah dad kale ma abuurin, makhluuqaadko dhan isaga abuuray, waxaan u jeeday waxaan loo jeedinba, waxaa insaanka loo tilmaamayaa tashriifan wa takriiman lahu weya, insaanka aada buu rabbi u qiimeeyay, walaqad karamnaa bani aadama watarabbi yiri, laakiin makhluuqaadka allah abuuray aad bay u tiro badan yihiin, cadadkood ilaah baa yaqaan, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, ilaah un baa garanaya cadadkooda iyo tiradooda. Laakiin waxaa insaanka loo magacaabay keligoodii la yidhi birabbi nnaas, maliki nnaas, ilaahi nnaas, tashriifan wa takriiman, waxa weeyaan ee noocan insaanka ah ee rabbi subxaanahu watacaala uu karaameyn uu karaameeyey weeyaan. waxaan markaan ka magangalayaa dhe min shari lwaswaasi, ka waswaasinta badan shartiisi, ka waswaasinta badan ibliis wa axwaanuhu weeyaan insi iyo jinniba intu, alkhanaasi ee waxa weeyaan ee isqariya ee gabanayay, khanaas waxaa shaydaan loo yiri, marka ilaah la xuso gaaraan aadaanku isaguma maqli karo. Xadiis rasuulka alle wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam, shaydaanka markuu aadaanka iyo aqiimidda uu maqlo wuu ordaa, isagoo markaa waxa weeyaan dhuusuu iskaga dhiga tira inuu aadaanka maqlo, dikriga culayska badan ma xambaari karo. Marka waa midka gabanayay ama isqaryaamaba dhunta mar alla marka rabbi la xuso uu meesha ee ka taga xuska alleh meesha lagu sheego shaydaanka weeyaan, sababtoo shayaadiintu waa laysu salliday, shayaadiintu qofaan shaydaan la xiriirin baa jirin, qofaan shaydaan la xiriirin oon la daba dhigin baa jirin, iyaduna waa ibtilo. Shayaadiin baa jirto ee lagu imtixaamay dadka ee la daba dhigay, qof ma jiro rasuulka la yidhi sala allahu calayhi wasalam oo min bani aadama ka mida ilaa walahu qariinun buu leeyahay, shaydaan buu leeyahay, qof ma jiro bani aadamka ka mida ilaa qariin baa la daba dhigayo waana shaydaan. Wuxuu markaa u qurxinayaa fawaaxishta, fawaaxishta u qurxin, waxaa xun waxaa kuu qurxinaya shaydaan weya, ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo, shayaadiina linsina way jiraan dhaha. Imaamu Muslim xadiis uu wariyey fii saxiixigu ku sugan yahay, subaneyn calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof ma jiro ilaa wukila bihi qariinuhu, marka ayaa la yidhi wa anta yaa rasuul allah, xitaa adiga ile waxaad tiri bani aadan ma jiro ilaa hadduu jiro shaydaan baa la daba dhigay, wa anta yaa rasuul allah, rasuulkeena wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nacam ha xitaa aniga, laakiin wuxuu suubanuu yidhi ilaa ana allaha acaananii calayhi fa aslama, keyga allah igu gargaaray wuu islaamay, falaa yaamurunii ilaa bikhayrin, waxaan khayr ahayn bay ima sheego, waxaan khayr ahayn bay ima faru, yidhi rasuulkeenii sala allahu calayhi wasalam. Laakiin dadka kale waa ibtiro ee imtixaan weeyaanoo la daba dhigay. Bukhaari iyo Muslim marka waa mid dhib badan, intuu mara meeluhu maraya xagga fudfudaydka sida waxa weeyaan loo ibtiro loogu dhigay baanu arkay. Bukhaari iyo Muslim xadiis ay wada wariyeen gabadha ee la yidhaahdo Safiyata binti Xuyayin min aswaaji rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bay ka mid, xaasaska nebigeeni qabay Safiya, waxay soo ziyaaratay nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaaf ku jiray, masaajidku ictikaaf fadhiyay, markaabay soo ziyaaratay masaajidkay ku soo ziyaaratay,
markay xogaa way wada fadhiyeen oo sheekaysteen markay ay rabtay inay xaafadeedii u noqoto rasuulka alla kacayo inuu sagootiyo xogaagu la sii socdo xaafada u sii dhabeeyo iyagoo markaa meel wada taagan waa soo banayn calayhi salaatu wasalaam iyo safiya falaqiyahu rajulaani min alansaar laba qofood oo ansaarta ka mida reer madiine weyan ayaa markaa nabiga arkay isagoo waxa weeyaan bircaan la taagan falamaa ra'ayaa labadii nin weya markay nebiga arkay sala allahu calayhi wasalam markaabay asraca socodkay dedejiyeen mar alla markay nebiga arkay bay socodkay sii dedejiyeen subanuu gartay wuxuu yihi calaa rislikuma aayarkiini ha degdegina tartiibkii qof gale inaan la taaganay miyaad moodan innaha safiya safiya weya binta xuyayin safiya weyan qoftaan la taaganay waa xaaskay hay maa xaaskaga adaad la taagan tahay ood la socoto dhaliil ma aha waa xaaskaaga qoftaan la socdo xaaskaygii weyaan markaa bay yidhahdeen subxaana allah ma adigaan ku tuhmaynaa yaa rasuul allah xitaa haddii laystuhmayo ma adigaan ku tuhmaynaa yaa rasuul allah rasuulka alle muxuu u sheegay waa run rasuul qof tuhmay waxa weeye iimaan baa jiri munaafiqnimo weye arrinku ma sahlana laakiin di'bulbashar baa joogo dhib badan dhib badan aan dadka ka harin si xun waxuu sheegay rasuulka alle wuxuu yidhi ina ashayaana yajrii min ibni aadama majra dam shaydaan baan ka baqayo qulubtiinu wax ku rido markaasi kale adii fahantaa adoo toosan buu waxa weeyaan laabtu kaa afuufaya waxaan jirin buu waxa weeyaan ku fahamsiinaya ina ashayaana yajrii min ibni aadama majra dam meesha dhiigga uu maroon buu maraya si fudud buu wax kugu sheegaya waswaasaan jirin buu kugu waxa weeye kugu beeraya marka waa kaa waxa weeyaan ee gabanay marka rabbi la xuso ee halka xididahana mara shartiisa allaanu ka magangalaydhaha alladii waa midka yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri naasi dadka laabahooda dadka laabtoodiibuu waswaas buu ku rida laabtana waa ashraf alacdaa halka hadday kaa dhimato ruuxa ruux galbaday buu noqonaya meesha ugu daran buu kaa taaban bal eega meesha ugu daran weya waana qalbi إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هل كروح ذكا هقاقو سقو لنبا هقاقا سدع بقول إيا اللحظة حب نوضب إنسان اللي بوككو ما حبنيس حوين تاكليها دي هقاقتو سدع بقول سغالي يكونتون حب نوضب هقاقا إيادو أدي فسادو إنت كرنوي وذا فسادا يعني فقان كيرنا ماوي هل كابو أفوفا يسقو وكل الربين فسادو الذي يوسوس في صدور الناس ومدك وسواسنا يدك لابتوت هلكم بودك كتبت لابتوت وسواس كغليا مركا شياطين تدك سدا وسواسسا من الجنه والناس ويود لي انسان كو حدو قفك بني ادم كا كولا داشا ما كا كودلاي با الله كا دي وادو سن خير كا كفارين شيطان ويا خير كا دو سن كوتل ما مين شيطان ويا ادو حما كو ادناي ama xumaa kaalin ku leeya shayaadiin weya imisa dhalinyarta maanta waxa lumiyey waa maxay waxa xashiishka baray waxa lugooyey waa maxay soo saaxiibo xuma maaha soo shayaadiima maaha markaa kuwa ruux ku lugoona iyo ruuxu doonaa noqda ka kula dhashay baa allah ka dhigay shaydaan weya iska jir baa lagu leeyay dhaagaa furnaadeen qiyaama marka la tago hebel baa i lugooyey waxa way xujo kuu noqon mayso aqli baa lagu siiyey see lagu lugoy hebel baa xashiishkay si haddaa tiraahdo xujo kuu noqon mayso aawe caqligan ku siiyey inaad wax ku kala garato marka waxa ku lumiyo dhan shaydaan weeye ama jinni ha noqdo ama insi ha noqdo suuradda markaad eegto dhammaadkeedii qur-aanka 14 suurado suuraddii u dambeysay weyaan 14 suurado qur-aanku markuu ka koomo suuraddii u dambeysay weyaan intibaah aada u wanaagsan iyo ishaaro wanaagsan baa ku sugan waxaadba moodaa in rasuulkeenii lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam qur-aankan kugu soo dejinay intan 14 suurad haddaanu ku siinay suuraddan hadda lagu gebagabeeyey xagga qur-aanka weyaane tegitaanku ma aha laakiin suuraddan waxaa loo keenay waa waxay tusinaysaa waxaan kugu soo dejinay intaan kaafi kugu filan weyaan maa farratnaa fi lkitaabi min shay qur-aanka gudihii wax laga tegayay baan jiray intaan kugu dejinay oo suuban oo kaafi weyaan
wax kale adoonan bali intan ku dhaqan intan ku gufira inta adaar qabsato man tamassaka ruuxa qabsada ruuxan unay weyan intan ku gufira واستعن بالله من الشيطان واستعد بالله من الشيطان والحاسد وياه شيطان كي حاسد كان إلهك كما كان قال انت صوردان وقصيني اي ايدي سكو فيلان بانيجي مركا إيه سيده ديبا لبدان صورده مركا لا يسوغي صوردان كسو غودبني حاسد كشرتي سي قوة سحر كافو في قوة الا كما كان قال سيدي سوى انسان كو حاليجي إذا تمت نعمة الله عليه نعمويك إلى كسيي هذي تامي كغو نقط نعمة إكام وقتو روح مرك الله نعمة يو وحب ذناي كثرت حسد حساده كو حسد يآد بأبنانا إنسان أو جنة أما إنسان الله ما جنة عنه روح الله نعمة يي مجرته إلا أما نعمة الدين عنه أما نعمة الدنيا عنه تبا الله استوردقان كو أقول نعمة كو حسد أما إنسان نقضى ما جنة عن نقضى حرز حربة مركة للموسيقى يو إنا الأغرسة ربي شرطه لي وكعقبته كو الجنة إنسي بي وذليه صبرهن عليه الصلاة والسلام لوضع صورة ضي صورة الإخلاص مركة للغدر صلاة ولي بقداشي وأقرين زي كما تجري ولي صلاة فجر كي صلاة المغرب كصدح صدح بك أقرين عجل صلاة أكرنا مرمر بو أقرين زي مروك تجري بأنجري حرز حر هذا قوي كلن كوري مركا سدح قول والله هذا قريسو يكو أنا تستوردكتو مال انت شرط يدولن بلد سعطولن يقين الله نصر شرط مال انت يجرتو لنب ربك حجاوي كلن كدن بعد هذا قريسو أذكاراتك الله قريسو بعد السلوات بعد المغرب مركا دوكا تهتر سلاة دانو دوكا نيوكر كذا المركا هذا قريسو سدح سدح شرط يبين كي بلد جرتو لنب ربك حجاوي بغدين بامركا انجرين قفك في حرز الله بكل جرانا يا مغنقل ربي سبحانه وتعالى ومغنقلي عبادة لا نغير صلاة صبح روحي جماعة كنت كذا قلت ذا فهو في ذمة الله بغدين يا عبسا انجرين توكلنا إلى صوت ومركا إلى ناتر أسارة مؤمن كوا وهوشي سيسدا ربي نرعس كذا صبرين عليه الصلاة والسلام سد حدا الصورة مسيح انجرين وكاغري سد حضان صورة ذو يستقون أطري المسيح عنجري ولي سد عبو انتو قعنتي سيقلتو فو بو مركا جيركو رنو وذا مري جري تعالي ويا نقال نبراي انتو حرز حروي إلا وحا ويا شر تابدا شر إنسية شر جني لواتو إنك آدم أبدا إيا أذا كبد بادا يقولنا قد قرأي وحير ويا لكن انت يبد بادا روح أقل كي سمركو كسو تقو تعير وأقري بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انت كلي شيطان وشيطان كالأولى قف كامي قف لا إلى لي إلا دوري ربي إلى شذي ما لك كجشو كمصنع بلعك أنت يروي مركز تقول يا قاسي كشو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا أنت ذي الغصواك دقي بسم الله باتري شيطان وحك كالأولى لا مبيت ولا عشاء بريا مجرت عشان مجرت لكن هذه أنت اللي قاوا شيطان كوا كلي بقول له وركاليو أتركتم المبيت والعشاء ما لك هو يتنوادهش بريان وادهش حاس كمركو تغير روح أنت وصفوتك إن شيطان ككور مري إلما مركو واحد دارنا أي وابني آدم ده كيسوتك لكن مسكح شيطان وكرك بيا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد شيطان بقول حتى يجوا بحرز حركة دونيني لو ذاك بالي حولها لو ذاك حولها لقى الزكيني لقى الصدقيني لقول دقيني شيطان بقى كل اللي وشاركم في الأمر ربي وانا كويد مي أولادنا اللهم انت هذا وحاوي وذا انت أدري ذا سقا كاهر مراي حرز حركة هذا لله إمام ويا مدكين هدو إلى ذو صوب بنو إلى مركو روا حاسكين وغتب اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا ربي قدرين المجن تمانا مهوين أنا قتام مالن حلي يضر نوع حلال إلا سومي مالن ما أنا وجوله بحيد وجو أنت كان حلال ويا الما هذا ربي قدرين يقول تمان لم يضره الشيطان أبدا ولي اللي الما شيطان أسود وان أروح تهدر سلام نقطي مع ساو وأذكار ير سبين وشجي دابين وتا لكن طيعات با طيعات وحلو بسيناي وأذن تنظا حجاب نويا لا يعرف نوتاي الدنيا آخرة
alhamdulillah suradi baan noo dhamaatay quraanka dhan baan noo dhamaaday dhaha alhamdulillah fi badin wa fi khatam markaan bilaawaynay quraanka tarat way saab u muuqata in ka soo laba sana taqriiban san ka yare laakiin wa ma dalika waxaan ku bilaawray allee noo fududayay baan u niri quraanka inaan bilaawano allah ayaan ugu weydiisanayna inuu noo fududayo dhamaadkiisa alhamdulillah wa ka rabbina garsiye تفسير كتدوات من قياسة بغادة من بساة كاترين الحمد لله نعمة ويا صابت نعمة وضيها النعمة نمال لغرا قتر ويا إن مركا لغاك لهذا سورة قلع الحمد لله إبان الله كلنا الحمد لله سمركا لو نوا فجو يا مركا لي يا مركا لي يا مركا لي إن شاء الله قرآن قال كابو إلى أنه قد ما يجي قدر يا إن شاء الله شيخي يبان كسو دوين دورا محاضرة دي إنتا نقبل نصرين ayaan ugu dagaal doona insha Allah laakiin qadar yar markaana qadar yar sheekh Awsi bilaa sheekh yina yahay sheekh Maxamuud baan la joogo insha Allah arima khayrka muumin ku sidiisi ba khayrka ma dhirgo khayr inuu dhageysto ama inuu sameeyo kama dhirga ruuxa muuminka waa wax loogu talagalay weeyaan galabtan khayr soo sameeyay oran may sidoo caawa may galabtaas sameen hadder ba sameen baad al isha ba sameen bari ba sameen إراد كرد ما توي إلى نفسه لقى قفت وعبد ربك حتى يأتيك اليقين كوا وح بحيا مركور بأمانة يمحكوش في سورة البقر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية غفر مالك محر مالين بي وح بحيا هبين بي وح بحيا سر بي وح بحيا موقال بي وح بحيا سيدة دانتو أي كنتو أرما خيرك الله سميه آد بأوتي ربنيه أرما خيرك آد بأوتي ربنيه خير كارميس مكم لكن ومع ذلك أعظمها أجرا ما كان في قضايا في قضايا حوائج الناس أرما الله قبته خير أدبو ترب بدنيا وحن كوبي كريم ويا لكن وحا أبوين بدن مركا أرنكو يا هاي دادها الله الله وحا ويا دادك دادك الله الله واحتركو ديها لغا شقيو انت خير لقبته دنكا وخير بدن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحي لنبينا عليه الصلاة والسلام وحي لي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس تذكى إلى أكتس تذكى اللو قجع البدن وقوامه وقوة تذكى أنفع قوة تذكى أنفع تذبى إلى وحي ودياري إن تذكى أنفع تذكى هو تذكى الله دورته ويا تذكى لن تذكى إلى أكتس اللو قجع البدن يهي ويا وأحب الأعمال إلى الله عمل لقبت إلى أكتي وحل وقجع البدنية هاي سرور تدخله على مسلم ولا الكاوية مسلمة فرح فرح وحقو فرح وشكت وحقو فرح وقبت أو تكشف عنه كربة كربة هي ستتكاكات من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ميزانك أنا قصعنا إن شاء الله أول كنا قاب كرودا كان تيمون وقنا يا أو تقضي عنه دينا أما ولا الكرب يسنا الدين على كقاط وهو شاطر بأن وفر إن شاء الله الله نوفر ذي رسول كين عليه الصلاة والسلام حديث كذا ما يستركيس وحيري ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لنا قصع أن قرب تاقنا ذو دن تسنتو كقاري أيا إغا خير نما بدن بو رسولك أليري مساعد كينا هل بالاعتكاف عن قدر وانا مساعد كيسي مساعد كان نبي يعني صلى الله عليه وسلم اعتكاف لو فدي سيجر كيسي ما يرى لكن وحا كأجر بدن وراء المسلمات قرب صوته من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي وانا دن تانو فدنا إن شاء الله أرما اللي سبوا ويولا يسامري ويولا كوان سبوا بالنوال وإذي قرآن ولا يحضون على طعام المسكين وتربي إنبدا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين تذبى غسلين يقرمون على درعين تلوشة قصابك اللقوة يستوى محي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مركا أريما إنتا قصاب سن بو إن شاء الله محاضرة وإن قلت أنت شيخ يبان أنا لجوغو سيغان واقرين تونا دور البيدمو فليتفضل الشيخ محمود إن شاء الله